السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنكمل الطقم مع بعض. اشتغلنا الشال والايس كاب، هنكمل الجوانتي بنفس الغرزة. انا هشتغل الجوانتي من نفس الخيط اللي اشتغلت منه الايس كاب، وكمان ركبت منه الشراشيب للشال. الخيط ده برنسيس سوفتي اهو، عشان طبعا ده اخر حاجة بواقي معايا، فالتيكت بتاعه او الورقة بتاعته مش موجودة، تمام، لان هو ده الجزء اللي فاضل من الشراشيب. بصوا ده الايس كاب اهو، الغرزة اهي. طبعا الخيط اللي اشتغلنا منه الايس كاب ارفع بكتير من الخيط اللي اشتغلنا منه الشال. انا اشتغلت الايس كاب وركبت الشراشيب من خيط برنسيس سوفتي، واشتغلت الشال بخيط برنسيس برستيج، تمام. فرق السمك بين الخيطين طبعا يعني معروف. بصوا الشراشيب اهي، شايفين الشراشيب من نفس الخيط اللي اشتغلت منه الجوانتي، ونفس الخيط اللي باقي معايا. هحط لكم كل اللينكات اللي هتحتاجوها في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوها في اول تعليق على الفيديو. ومعايا الجزء الاسترتش اللي انا هبدا بيه الجوانتي، ده مقاس الاسوره او مقاس المعصم. من هنا تاخدي المقاس بالمزوره وبتشتغلي الاسوره بنفس المقاس. الجزء ده ليه فيديو، هحط لكم اللينك مع باقي اللينكات اللي انتوا هتحتاجوها. وهشتغل الجوانتي بابره 3.5، تمام. دي اخر غرزة اشتغلتها. انا مش هقفل الاسورة على بعض زي ما احنا متعودين، انا هاخد سلسلة واحدة ارتفاع وهكمل شغل على الاسورة وهي مفرودة بالشكل ده. انا هشتغل على الحرف بتاع القطعة دي، هشتغل بغرزة الحشو. كل سطر هيقابلني بالعرض هشتغل فوقيه غرزة حشو، مكان الارتفاع هاجي في نفس المكان وهشتغل غرزة حشو. السطر اللي بعده هشتغل فوقيه غرزة حشو اهو. كل سطر هيقابلني بارز لبره كده او داخل لجوه هشتغل فوقيه غرزه حشو. اشتغلت على الاسوره كلها بغرزه الحشو، بصوا الشكل، تمام. بعد كده هنبدا نشتغل بالغرزه بتاعتنا، خلاص دي اخر غرزه، وهناخد ارتفاع 3 سلاسل. طبعا الغرزه بتاعتنا بتبدا بعدد معين من الغرز. انا طبعا في الجوانتي ما عدتش لان انا محكومه بعدد السطور اللي انا شغلها بالعرض دي، عشان ده مقاس الاسوره. انا هوظف عدد الغرز بتاعي من اول سطر هشتغله، هنشوف ازاي مع بعض. ارتفاع 3 سلاسل، هلف الشغل بتاعنا وهلف الخيط على الابره، هعدي المكان اللي انا شغاله فيه او طالعه منه بالارتفاع ده، وهعدي غرزه 2 وهاجي على ثالث غرزه وهشتغل فيها 3 عواميد في نفس المكان بنفس طريقة الايس كاب بالظبط. 2 3، بصوا كده. بعد كده هاخد 2 سلسلة، هلف الخيط وهرجع في نفس المكان هنا، وهدخل وهشتغل عمود واحد نفس الغرزة اهي، تمام. خلاص بعد كده هلف الخيط وهعدي غرزة 2 3، وهاجي في الرابعة وهشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3، هاخد 2 سلسلة، هلف الخيط هنزل في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه 3 عواميد وهشتغل عمود كمان. بصوا كمان مرة، اعدي غرزة 2 3، وهاجي في الرابعة 3 عواميد، 2 3، 2 سلسلة، هلف الخيط هنزل في نفس المكان وهشتغل عمود بلف، تمام. هشتغل السطر كله بنفس الطريقة دي. وصلت لنهاية السطر الأول من الغرزة بتاعتي، اتبقى معايا في نهاية السطر غرزتين، ولو اتبقى معاكي 3 هتشتغلي بنفس الطريقة، هتلف الخيط وهتيجي في آخر غرزة وهتشتغلي عمود بلف، تمام. يبقى بداية السطر زي نهايته، أنا بدأته بارتفاع 3 سلاسل ونهيته بغرزة عمود بلفة. أول سطر بس اللي بيحتاج مننا التظبيط ده، بعد كده بتشتغلي أو مكان الشغل بيكون واضح بالنسبة لك، بنشتغل في الفراغات اللي كونتها السلاسل دي. السطر التاني بناخد ارتفاع 3 سلاسل، ودي بداية كل سطور بتاعتنا بعد كده لآخر الجوانتي. ارتفاع 3 سلاسل أهو، بلف الخيط وباجي في أول فراغ بيقابلني اللي كونته السلسلتين دول اللي هي بعد ال3 عمود. بصوا شكلها اهي، هنيجي وهندخل في الفراغ ده وهنشتغل 3 عمود في نفس المكان، نفس المجموعات اللي اشتغلتها في اول سطر، ال3 عمود وبعدين 2 سلسلة، هلف الخيط وهنزل وهشتغل عمود واحد في نفس المكان. بصوا كده هلف الخيط هاجي في
الفراغ اللي بعده، بصوا انا بنقل ازاي اهو المكان، مش ده مش الفراغ ده، لا اللي هو مكوناه الاتنين سلسله، هاجي فيه هدخل وهشتغل 3 عمود، 2 3، هاخد 2 سلسله هرجع في نفس المكان وهشتغل عمود واحد الشكل ده. بصوا في فراغين هنا اهم شايفين، لأ انا باجي في الفراغ التاني ده اللي كونته السلاسل بلف باجي وبشتغل 3 عمود في نفس المكان، 1 2 3 اهو 2 3، وبعدين 2 سلسلة هلف الخيط وهنزل في نفس المكان وهشتغل عمود واحد. بصوا الشكل بقى كده تمام، وهشتغل بنفس الطريقة دي لنهاية السطر، وهاجي في نهاية السطر وهقفل السطر بغرزة عمود بلفة فوق السلسلة التالتة من الارتفاع، وبعد كده هبدأ السطر الجديد بارتفاع 3 سلاسل وهشتغل برضو في الفراغات، يعني كل شغلي هيكون في الفراغات اللي بتكونها السلاسل دي، وهشتغل طبعا القطعة مفرودة كده رايح جاي. انا هكمل لحد ما اوصل لمقاس الجوانتي بالكامل، مقاس الكف ومقاس الصوابع كمان، يعني هشتغل الجوانتي كله على بعضه قطعة مفرودة كده، هكمل وهرجع لكم نشوف اشتغلنا كام سطر ونشوف هنقفل الجزء اللي احنا اشتغلناه ازاي. اشتغلت القطعة زي ما انتم شايفين كده قطعة مربعة، ممكن تطوليها شوية تبقى قطعة مستطيلة، انا الشكل عندي شوية مربع اهو. اشتغلت فوق الاسورة 11 سطر اهو رايح جاي كده، المقاس بتاعي مظبوط جدا، انا وصلته لحد مقاس الصوابع من هنا كده زي ما انتوا شفتوا في بدايه الفيديو، مظبوط جدا ما فيهوش اي مشكله، طبعا بتشوفي الطول اللي انت عايزاه وبتوقفي عنده خلاص. دي اخر حاجه، بعد كده هنبدا ان احنا نقفل الجنبين على بعض، هنجيب الجنبين على بعض بالشكل ده وهنشتغل وهنقفل بمنزلقه، هنحط كل سطر قصاد السطر اللي جنبه في الناحيه الثانيه. انا هقفل هنا الارتفاعات والعواميد الاخرانية على بعض بمنزلقة، هاجي هنا اهو في اخر عمود اشتغلته وقصاده الجنب التاني في السلسلة التالتة من الارتفاع، وهاخد منزلقة اهو بالراحة كده عشان انا بشتغلش في غرز، انا بشتغل في الارتفاعات والعواميد من الجنب تمام. كل مكان هتحسي ان انت ممكن تدخلي فيه، وممكن كمان ان انت تقفلي الجنبين على بعض بابرة التنظيف زي الخياطة تمام. انا بستسهل طبعا، الخيط معايا لسه موصول فبقفل بمنزلقه، اي فراغ بتلاقيه قدامك بتدخلي فيه وبتسحبي الخيط كده وبتاخدي غرزه منزلقه اهو المكان اللي بعده، لازم تتاكدي ان الابره داخله في الجنبين مع بعض تمام اهو، تسحبي الخيط وتاخدي منزلقه، مكان فاضي تدخلي فيه تاخدي منزلقه تمام، لحد ما بنقفل الجزء ده، شايفين الجزء ده لحد مكان الصباع هنا، قفلت الجزء ده كده على بعض، انا قفلت الجزء لحد هنا لحد مكان الصباع، طبعا انت بتقفلي وبتقيسي علشان تشوفي التقفيل مظبوط ولا هتزودي هنا في الغرز المنزلقه، بصوا بتقيسي بالشكل ده علشان كمان تحددي المسافه اللي انت هتسيبيها مكان مفتوح للصباع الكبير تمام. بصوا كده انا شايفاه مظبوط جدا اهو، شايفين وصل لفين، بصوا التقفيل اهو بالمنزلقه، طبعا التقفيل ده بيكون من جوه الجوانتي، يعني احنا بعد ما بنخلص بنقلبه والمنزلقه دي بتكون من جوه، حتى لو انت مخيطاها بابره التنظيف بتكون من جوه الجوانتي خلاص. انا شايفاه كده مظبوط، بنجمع الجزء ده وبنشوف هنسيب قد ايه مكان للصباع اهو، هنسيب تقريبا مجموعة 2 3 4، وهنسيب العدد اللي احنا حددناه، ممكن طبعا تعلمي بماركر علشان تكوني عارفة هتبدأي منين تمام. الجزء ده بنسيبه كده اهو، وبنرجع نقفل تاني من الجزء اللي تحت ده وبنسيب مكان الصباع فاضي كده تمام. هنشوف ازاي، خلاص كده اتأكدنا ان هو مظبوط ومقفول على بعض بمقاسات كويسة، يعني بصوا انا شغالة على الجنبين جمعتهم مع بعض، لا انا هكمل شغل على جنب واحد، هبعد الجنب التاني كده وهكمل شغل عشان اسيب المكان ده فاضي، هاجي كده بنفس الغرزة هسحبها اهو زي ما انا شغالة بالظبط، بس هاخد جنب واحد هشتغل عليه منزلقة في الارتفاعات اللي في الجنب دي، همشي كده كأني ماشية عشان اسيب المكان فاضي. بصوا الجزء التاني ورا ازاي وانا شغال على الجزء اللي قدامي ده اهو، بصوا منزلقة تاخدي لحد ما بتعدي المنطقة اللي انت عايزة تسيبيها فاضية او من غير ما تجمعيها مع الجنب التاني، بصوا كده بصوا انا سبتها فاضية ازاي
ومشيت بالمنزلقه. شايفين انا مشيت فين؟ هنبدا تاني نجمع. احنا سيبنا مكان الصباع فاضي اهو، هنبدا تاني ندخل في الاثنين في الجنبين مع بعض ونسحب الخيط منزلقه ونجمع الجزء اللي باقي ده بالشكل ده، كل غرزه قصاد غرزه من الجنب التاني ونجمعهم مع بعض بمنزلقه. بصوا كده وصلنا للجزء الاسترتش، تجميع عنده سهل جدا اهو، الغرز قصاد بعض وواضحه بالنسبه لي. خلاص دي اخر غرزه اهو، انا فاصله الخيط، بسحب باخد غرزه للتثبيت وبسحب الخيط بتاعي. بصوا مكان الصباع اللي انا سبته اهو، شايفين؟ تمام خلاص انا مقفله كده. بنريح طبعا الغرز واحنا شغالين المنزلقه، بنكون مريحين ايدينا جدا. انا شغاله كده على الظهر، هقلب الجوانتي علشان اشوف العدله بتاعته. ده شكل الجوانتي بعد ما قلبته، بصوا شكله بقى جميل جدا. ده شكل الغرزه اهو، تمام اهو مكان الصباع اهو، شايفين؟ ده شكله في اللبس اهو، تمام. الناحية التانية وكده الطقم يكون كمل معانا. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم. هستنى طبعا رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، واللي بيشوفني لاول مرة وما عملش اشتراك يدوس على كلمة اشتراك او سبسكرايب الموجودة تحت الفيديو، وكمان يفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد من الفيديوهات اللي بتنزل على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.